معنا اتفاق مع بروتوكول اتفاق مع شركة أوزون، نلتزم وننضبط بجميع البنود، ولكن دائما كنقولوا بأن الشركة حتى هي كتلتزم وتنضبط. إلى ما التزمت الشركة وانضبطت حتى حنا ما غنلتزموش، ولكن لحد الساعة نرى داخل الميدان بأن هناك تفعيل ديال جميع البنود بما فيها البند المهم واللي الناس كاملة كتناضل عليها والناس كاملة باغيها، وهو البند ديال الترسان. اليوم كان لقاء تواصلي مع عمال ومستخدمي شركة أوزون، واحد وجوج المنضوين تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بفاس. اليوم ثاني لقاء تنديروه مع هذه الفئه خارج مقر الاتحاد العام او باب مقر الاتحاد العام، وحاولنا اننا نديروه داخل خارج او باب المقر. رساله واضحه لمن يهمه الامر، الاتحاد العام الشغالين يعني توقيع ديال الاتفاقيه او بروتوكول اتفاق الاول في التاريخ ديال المغرب ما بين شركه ديال تدبير مفوض ونقابه اوجع البعض، وبالتالي احنا عرفنا بانه مجموعه الممارسات ومجموعه ديال الامور اللي كتشوش على العمل داخل شركه اوزون، وبالتالي كتشوش على ذاك العمل او ذاك الانجاز اللي قمنا به، وكتحاول ما امكن انها تمتصو او تصغرو. وحنا اليوم بينا بان الاتحاد العام الشغالين المناضلين ديالو المناضلات ديالو اللي منضوين تحت اللواء ديال النقابه ديالنا واللي داخل الشركه هما هادو اللي كاينين، والاخرين كذلك حتى هما منضوين، ولكن كنبينوا مدى قوه الملف المطلبي ديال هاد الاخوان، مدى يعني حسن النيه ديال الملف المطلبي، لان الملف المطلبي الا كان فهو ماشي بالضروره ملف مطلبي غادي يدفعنا للتصادم، غادي يدفعنا للمشاكل، غادي يدفعنا للاحتجاجات والاضرابات. الملف المطلبي دائما ما يكون مبني على التفاوض، على النقاش، على الحوار. عندي نوصل واحد الرساله، هو انه بروتوكول الاتفاق اللي توقع ما بين الاتحاد العام الشغالين والمدير العام ديال شركه اوزون ما جاء الا من بعد 7 شهور ديال المفاوضات وطلعوا الهبوط للرباط وهنا، وبالتالي راه الا ما فزقتيش رجليك راك ما تقطعش الواد. هذه رساله كنوصلوها للمناضلين والمناضلات والكل كيعرف بانه هذا بروتوكول الاتفاق جاء من بعد كما قلنا مجموعه اللقاءات، وجاء مجموعه الامتيازات، اولها ترسيم مجموعه ديال الاخوان داخل واحد العدد يعني اللي لا يستهان به، واحد العدد اللي يمكن نقول بانه ما كانش كاع من قبل داخل شركه اوزون، واحد العدد اللي هو متميز ديال الاخوان اللي غيترسموا. هناك كذلك امكانيه ديال توظيف ابناء المتوفين، هناك امكانيه كذلك انه يستفد العامل من مجموعه ديال الامور الاجتماعيه كمبلغ او دعم او مساعده ديال 2000 درهم في حاله العزاء. كاين مجموعه ديال المخيمات يستافدوا منها ابناء الاخوان ديالنا داخل قطاع اوزون، وكذلك مجموعه المساعدات اللي توزعت عن طريق جمعيه الامل لموظفي ديال المستخدمين ديال قطاع اوزون واللي كانت توزعت في رمضان. فاحنا الحمد لله الا كنا كناخذوا مجموعه الامتيازات، ليس بالضروره ناخذوا الامتيازات كامله، وانما كاين اخذ ورد. العمل النقابي البناء يرتكز على مجموعه ديال الامور، اهمها هو انه يكون عمل نقابي خلاق. الوقت اللي كان الاتحاد العام كيدير الاضرابات داخل شركه اوزون، احنا ما عمرنا ضربنا في شي نقابه، ما عمرنا تكلمنا على شي نقابه، ما عمرنا تهمنا شي نقابه، ما عمرنا وجهنا الكلام ديالنا لشي نقابه، وبالتالي درنا واحد العمل النضالي ديالنا اعطى الاكل ديالو، وكنظن بان الاكل ديالو وصل المدى ديالو عند واحد المجموعه ديال الاطراف وضرها شي شويه، ولكني نتمنى انهم يستافدوا، رغم انه كيوقع داك كوبي كولي، ولكني راه ما وصلوش لذاك المستوى ديال انه يعتبروا بانهم نقابه. لهم سياسه داخليه داخل المقاوله، مدينه فاس تعاني ما تعاني والكل كيعرفوا، راكم عارفينها بانها مدينه وصلت للكساد.